السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى. إذا اليوم وصفتنا راح تكون كالعادة ونزول عند طلبكم، اللي هي تشاراك العريان. عندي وصفة رائعة، متأكدة 100% أنكم ما كمش راح تستغنوا عليها من اليوم. أتمنى إن شاء الله تجربوها في هذا العيد وتردوا لي بالأخبار. أنا ما نطولش عليكم ونروح مباشرة للمقادير. إذا بسم الله، هنا درت لكم نصف الكيلو. ثم إذا بغيتوا ديروا الكيلة كبيرة طبعا تستخدموا الكاس. إذا عندنا أول شيء فارينة دقيقة ناعم، عندي كاس حليب، عندي كاس من الزيت، كاس سكر طب، كاس من السمن الذايب. طبعا تعودتوا عليا نخدم مدينة. صفار بيضة، ملعقة صغيرة بودرة الفانيليا، وملعقة صغيرة خميرة. ملعقة صغيرة خميرة، هاي. اذا انا استخدمت لكم هذا القيس لانه زاكيه بزاف. ثم الا استخدمتوا الفنج يعني كاس كبير راح تعطيكم، تاخذ لكم الفرينه حتى الكيلو. انا دخلت لي تقريبا 400 حتى 500 غرام. دونك نضيف كامل السوائل مع بعضهم، نعاودوهم: كاس حليب، كاس زيت، كاس من ذايب، وكاس سكر غلاس، مع صفر تاع البيضه، رشه تاع الملح، فانيليا البودره، ونخلطوهم مع بعضهم. إذن عندنا السوائل كامله مع بعضهم، نخليه. وانا هنا ضفت الرشه تاع الملح لاني كنت نسيتها، ونخلطوا باستعمال اليد كما راكم تشوفوا فيها. راني نخلط فيها غير باليد، لا نحتاج لا باتور ولا بيترا ولا اي شيء، غير باليد تجهز لنا فقط. اذا راني ضفت هذوك المكونات، وكنضيف الفرينه مع الملعقه صغيره تاع الخميره، خميره كيميائيه. نضيفوها دائما بالصفايه يعني بالمصفات حتى تتلم عندنا العجينه. نحاولوا ما نعجنوهاش، نحاولوا نلموها فقط كما كنتوا تشوفوا فيها، غير باطراف الاصابع بهذه الطريقه. انا هذا العباره عطالي تقريبا 21 حبه، لاني خدمت الحبه كبيره، وبالنسبه لهذا تاع الوسط يخدموا الحبه كبيره. اما احنا بالنسبه للشرق نديروا الحبه تاعنا شويه صغيره، راح تعطيك حتى ل 30 حبه. شوفوا كيفاش راني نلم فيها، ما تخافوش منها، ما تخافوش الا لقيتوها شويه طلقت الزيت تاعها، ما تخافوش منها. فقط عندها سر واحد في النجاح تاعها، اللي هو تخليوها تريح فقط، حاولوا ما تيبسوهاش. داكوغ، دونك انا نكمل نعجنها، خليها طريه كما كنتوا تشوفوا فيها، ونخليها ترتاح. في الوقت هذا اللي ترتاح فيه نوجدوا مع بعضنا الحشو ولا لافارس. عندي 3 كيلات من الكاوكاو الناعم، ريحته ناعم كما كنتوا تشوفوا فيه، ودرت له نصف الكيلو سكر بودره كاوكاو ناعم، والسكر درت له نصف كيلو لاني عندي في لاباط تاعي ديجا درت فيها السكر. ارحيوه ناعم مليح، هذا اول سر معانا. ونكهوه بالقرفه كما كنتوا تشوفوا، درنا 3 كيلات من الكاوكاو مقلي. ولا كنتوا راح تستخدموا اللوز ديروا 3 كيلات من اللوز حتى هو بنفس الطريقه، ونكهوه كما نكهتو انا بالقرفه. اللي ما يحبش القرفه يقدر يدير سيترون، بصح مع الكاوكاو يتماشى معاه القرفه. دونك كما كتشوفوا فيا ضفت ملعقتين اثنين كبار من السمن. السمن في وسط لي فارس هذو كيما العرايش وكيما هذا تشاراك ولا القرنغزل ولا، يخليها طري، يخليها طري. دونك كذاك هذه كونتيتي صغيره، الا كان درتو كونتيتي كبيره تاع كيلو ولا ديروا فيها حتى 3 إلى 4 ملاعق، ونبلوها شويه بالزهر فقط. دونك نخليوها على جنب. انا العجينه تاعي راهي ريحت عندي، خليتها ريحت تقريبا ساعة. إلا كنتو قادرين تخليوها أكثر خليوها أكثر، متخافوش منها، صدقوني رائعة رائعة بزاف. من أول استعمال راح تنجح لكم، ما فيهاش يعني تعقيدات بزاف. هاي تعطيكم الطوع هنا برك كيفاش تسيوها، باللي راه تعطيكم الطوع. الا درتو لها هكا ولقيتو باللي ما فيهاش تشققات، عارفوا باللي العجينه تاعكم راهي ارتاحت مليح. نروحوا مع بعضنا باش نوزنوها. انا نديرهم 30 غرام، نوزن حبه تاع 30 غرام بهذا الشكل، نخليهم ابار، نكورهم كامل ونحطهم بهذه الطريقه. الا بغيتوهم كيما حنا نديروهم في الشرق صغار، ديروهم 25 الى 20. وبالنسبه للحشو نديرو 15، نديرو 15 الحشو تاعنا، ما نديروش اكثر، ديما يكون
لا مواتي تاع العجينة. دونك العجينة عندنا 30، الحشو راح يكون 15، نديروهم هكا بهذا الشكل حرابيش باش يسهل علينا الخدمة فقط، ونروح ونخدمه مع بعضنا. اذا الاستخدام تاعها سهل جدا. اول حاجة نحكموا هذوك الكويرات، نحلوهم. شوفوا كيفاش تحليها، حليها على راحة اليد، نديرو بودة. كيفاش تعرفي بلي وصلتي للطول اللي تحبيه؟ كي ديري بين الصبع تاعنا الصغير وصبع هذا اللي منا، هاهو هنا راني وصلت للطول اللي راني حباته. نحطها هذا فقط مقياس نخدمو به باش الحبات الكل يجيونا يعني متقايسين متساويين. فقط انا تقدري تستخدمي ساشي كيما ما تقدريش تستخدميه. الا كان عندكم رخام ولا فوق الطابله تكون كيما نقولوا غلاسي تقدري تخدمي فيها. شوفوا راني غير زدت عليه غير شويه برك بالحلال، وما تطولوهاش بزاف باش كي ندوروها ونقفلوها ما يجيش فيها طبقات، داكوغ؟ باش من جويه كل عجينه تجينا نفس الحجم ونفس الارتفاع. نحكم هذاك الحشو اللي درتو ونحطو. هكا ونبدا نقفل بالعجينه. الشرط الوحيد لهنا ما تخليوش الهواء داخل لهاد الحلوه. وشوفوا كيفاش راني نسكر بايدي، سكروا مليح عليها، سكروا عليها مليح قبل ما تشكلوها. دونك نخرجوا منها الهواء. شوفوا كيفاش راني حسيت بلي كاين الهواء، نخرجوا منها الهواء ومن بعد ذلك نخرجوها. ما بغيتوش تخدموا بالساشي، تخدموا عادي فوق البوتاجي ولا لو بلان دو ترافاي تاعكم. هلا بهذه الطريقه غير يعني التشكيل تاعها ساهل جدا. نديرو هكذا الهلال وندوروه فقط، وتشارك تاعنا راهو وجد معانا. دونك ما يطولش عليكم، يعني ما يجيناش بزاف واعر سورتو في التشكيل تاعو. نفس الطريقه نعاود لكم حبه واحده اخرى باش تفهموا عليا مليح. نحلوها كيما قلت لكم، ديروا بودن الاول، لازم تقيسوا ديما على اطراف الاصابع، تولي عندكم عاده توليو ديما تقيسوا عليه. دونك هذا أسوس نوريه لكم. من بعد نغلفوا عليها، تقدروا تحلوها حتى بلا شي هاد الساشي كما قلت لكم، ما نديروهاش عريضه بزاف. نديروا الحشو تاعنا اللي سبقنا وقيسناه مع بعضنا ودرناها على شكل يعني حرابيش هكا دي بوده، نقفلوا عليها مليح، نخرجوا منها الهواء، ما نخليوش الهواء تاع الداخل فيها باش ما تحلناش الحبه. ومن بعد نقفلوا عليها باطراف الاصابع تاعنا بهذه الطريقه، ونلفوا الحبه تاعنا نشكلوها باش تاخذ شيء يعني شكل تشارك. حد الان راه كلش واضح، كلش سهل. فوالا نروحوا للحاجه الاخيره. عندنا هنا لي كاكاوات كونكاسي، انا صراحه نحبهم شويه قريي. نتوما الا بغيتوش اللون اللي خرج لي انا، ديروا الكاكاوات ولا الكاوكاو، فوتوه في السيار، هزوا غير هذاك الخشين وخدموا باللي ماهوش مقلي. وهنا كما شفتوا درت البياض البيضه اللي قعد لي من الصفار، استخدمته في الحشو عفوا في العجينه، ودرت له غير البيض، زدت له هذاك، زدت له الحليب عفوا، ونغطس الحبه تاعي غير النصف تاعها برك، هاي خليها تقطر شويه برك، ومن بعد نغمسها في هذاك الكاوكاو القريي. دونك كاوكاو هذا انا كيفاش نديرو؟ كي نحي الكاوكاو اللي يخرج لي رقيق من السيار نديرو في الحشو، واللي يخرج خشين نحيه ونستخدمه في الديكور. دونك كاين اللي يخدم بالكاوكاو، انا هنا هذا نص تحميره. كاين اللي يحب يستخدم الكاوكاو هو ابيض باش كيدخلو يطيب، ولكن يجيني شويه مازال ناقص طياب على هذه اللي نديرو نص تحميره هنا، وكي نزيد ندخلو يطيب يزيد ياخذ لون مع الشراك. كذلك حتى نسبه السكر، اللي بغى يستخدم نصف الكاس في العجينه هو حر، يعني باش ما نديركمش مسكر، ولكن نحبكم تجربوه كيما درتو انا، متاكده 100% راح ينال اعجابكم بزاف بزاف. وما تبدلوش الزبده بالسمن، خليو السمن، فرق كبير بين الزبده والسمن. نكمل نشكلو هاوليك، انا كملت شكلته كامل، ونحطو يطيب في فرن على درجه تاع 180، شعلو من التحت هو يحمر، انا نشعلو من الفوق، نعسو نقعد نعسو ونخرجوه ونخليوه يبرد. بعد ما يبرد نتلاقاو ان شاء الله في صحن تقديم. هاوليك لنا تشارك تاعي بعد ما برد، صدقوني جاي هايل بزاف،
حنقسم معكم حبة باش تشوفوا كيف جاني من الداخل. نحبكم تتبعوا النصائح اللي عطيت لكم وليزاستوس. العجينة تاعو سهلة كما كنتوا تشوفوا، كلش تاعو كان سهل، التشكيل تاعو سهل. ها شوفوا راني طيبته حمر، نحب الكاطو كي يطيب مليح لانه ما يقعد لكمش معجن من بعد ويطول فترة اطول باش تحتفظوا به. نحبكم تجربوه في هذا العيد وتدعيوا لي دعوة الخير. ان شاء الله هنكون لبيت غير شوية برك من الحوايج راكم تطلبوا مني. فوالا، نشكركم بزاف على الدعم راكم تقدموا لي فيه، نشكركم على يعني راني ما شاء الله راني معاكم ماشي كيما قبل. نتمنى ان شاء الله يدخل علينا العيد بالصحة والهنا. الى احتجتوا اي حاجة ديما خليوا لي كومنتار في لي فيديو الاخرين، انا راني قسمت معكم باش تشوفوا كيفاش راهو طري، حتى الحشو الداخل راهو ما يبسلناش. هذا راجع لهذاك السمن اللي درناه، والعجينه تاعي صدقوني رائعه بزاف. ان شاء الله يا ربي تجربوا في هذا العيد. نستناكم، نستنى تعليقاتكم. خليكم على خير، الى اللقاء في وصفات اخرى. سلام.